النجم التونسي والعربي ضياف العابدين، اليوم انت حاضر في ندوة دولية لتعزيز قيم السلام والحوار. ظافر كفنان وكسفير النوايا الحسنة، يعني نجم تقولنا شنو فاش يتمثل دور الممثل والفنان عموما في تعزيز القيم هذه؟ يعني والله فنان نتمثل طبعا انتمائك الثقافي اللي هو مهم جدا في انك توصل المساج، مساج اللي كما قلنا السلام وقبول الاخر، واللي هي الاشياء ممكن الباز باش تخلي عندك مستقبل ما فيش الارهاب وما فيش الناس اللي ما تقبلش بعضها واللي النجم تكون فيه التطرف. فدور الثقافه ودور الفنان مهم جدا، لانك عندك يعني تواصل مع المجتمع، الناس تتفرج في سواء فنان ينجم يكون مثلا مغني ولا ممثل ولا ينجم يكون شاعر، فعنده مساج يوصله لعدد كبير من الناس. ودور الثقافة مهم جدا لتحسيس الناس من خلال نجم يكون عمل درامي يحسك على مشكلة اجتماعية، تنجم تشوف مشكلة اجتماعية قدامك تتطرح بالسلبيات متاعها بعد بالحلول متاعها، من غير ما يكون أسلوب أكاديمي. نجم المتفرج يتقبل المساج أو يتعلم من يعني من مسلسل تلفزي. طبعا مش كل المسلسلات تنجم تكون هادفة، لكن في نفس الوقت فما العديد من الأعمال اللي هي ثقافية تكون هادفة وتكون يعني موجهة وتغير رأي يعني رأي الناس. والله أهم شيء اللي مهم جدا لينا الآن هو تربية أولادنا على ثقافة الحوار، على ثقافة السلام، أن نقبل غيرنا مهما كان مختلف منا، مهما اختلفت الآراء. فهذا مهم جدا وممكن من خلال كما قلت الثقافة، من خلال مثلا المسرح في المدرسة ولا في المعهد، أنه تلامذة وشبابنا أولادنا يتعلموا المساج هذا.